أكيد من الرياضة الصباحية ننتقل بكم إلى عالم ساحر وجميل وهو عالم النجوم. أنا أعشق هذا العالم وأسراره. بالتالي مشاهدينا اليوم هذا عالم النجوم والمجرات مع مواطن عراقي اسمه محمد علاء حسين يلي بدأ كهاوي لتصوير النجوم والمجوهرات وانتهى به الأمر أنه يطالب الناس بمواصلة تصويرها والحديث عنها وشرح تفاصيلها لهم بسبب جمالها الأخاذ. واليوم راح ننتهز فرصة وجوده ويانا حتى نعرف اسرار هذا العالم وتفاصيله من النجوم والمجرات وشلون استطاع رصد النجوم والكواكب على مدار 12 عام. لكن قبل ما نرحب بي عندنا فيديو خلينا نشاهد احنا وياكم وبعدها ننتقل اليه. من ضمن الاكستيشنات اللي تضيفها على التلسكوب انت التلسكوب الخاص بيك حتى تطلع بصور كلش واضحه وصور لطيفه كلش لازم تشتري فلاتر. طيب هذه الفلاتر شنو راح تسوي؟ مثل ما نعرف في السدم من تنفجر كلها تتكون غازات، يعني مثلا غاز الهيدروجين، غاز الكبريت، غاز الاكسجين. سمعنا هواي اكو خرافات والخرافات وصلت للاجرام السماويه. الجرم السماوي المشهور عندنا اللي هو القمر. هتلر بوقتها بوقت الالمان من انتهت الحرب العالميه الثانيه يقولون انه النازيين كلهم راحوا الى القمر وبنوا مستعمرات ومدن وعايشين بها لحد هسه. وهتلر يقولون عايش حاليا حي يرزق ويعيش، حاليا هسه عايش. بس اكو اماكن على اساس سريه بداخل هذا الجرم اللي هو القمر وعايش بداخله اماكن كلش كلش سريه، ومن ضمن هذه الاماكن هتلر ساكن بيها. هذه خرافات طبعا مو حقيقه، بعد الله اعلم ما اعرف. يقولون انه عايش هو هناك حتى يعني طبعا ما انتهت، بعد ما انتهت الحرب العالميه. محمد علاء متواجد ويانا باستوديو يوم جديد وشفنا بعض الفيديوهات. طبعا ذكرت اني نقطه عن النجوم والمجرات ماكو امل فد يوم تنتقل لتصوير المجوهرات ماخذ عقلي ابد. لا بعيدين عني اصلا. يسعد صباحك اول شيء. الله يسلمك. مجوهرات عنور. الله يسلمك. كل الهلا. الله يسلمك. نعم نورتنا اليوم. الله يسلمك. محمد يمكن هذا من عالم من اجمل معالم الحياه بصوره عامه. بالضبط. انا بدي اعرف منك انه انت باي مرحله عمريه نعم بديت تتصور الكواكب والنجوم وكل هذه التفاصيل وشلون بدت وكانت اول بدايه لك؟ نعم. اول شيء يعني احب اشكركم على استضافتكم. انا عمري 27 سنه ما شاء الله. اي نعم تقريبا صار 12 سنه انا مشتغل بهذه هوايتي. بديت بوقتها يعني شنت انا بمحل ويا والدي اشتغل بالحاسبات من الامور. كانت اكو حدث اللي هو قفزه فيليكس. أيه. الشخص يقفز من ثاني طبقة اللي هي ستراتوسفير، طبقة الغلاف الجوي. فبوقتها من صعد هذه الطبقة أنا يعني شفت الأرض بوقتها والغلاف الجوي والظلام اللي موجود، ليش ماكو نجوم؟ هنا أنا بديت أسأل يعني شلون أنا أريد أفتهم هذه الفقرة، ليش هو صعد هذه اللي هنا وليش إنه السواد أكو ظلام؟ هنا من أنا بدأت مسيرتي. بديت اقتنيت التلسكوب هذا الكيتس مال أطفال. أيه. هذا الأوروبي. بديت أرصد به القمر الكواكب من الأمور. بديت انه احدث الهوايه مال زين. انا بدي اسالك اول نجمه او كوكب قمت برصدهم اول مره اذا تذكر؟ اتذكر كان شعور كلش حلو. نجم فيجا هو بالانجليزي يسموه فيجا. اكيد سامعي جراندايزر. جراندايزر طبعا كان فيجا. نسر الواقع هو بالعربي. اغلبيه النجوم والاجرام يسموها على اسماء عربيه لان يعني علماء عرب سموها ايش بهذا الاسم. هو يرمز هي تقريبا بها خمس نجوم. إذا تشوفها تشوف الرسم مالتها كأنما جناح مال نسر ضام جناحاته. فبوكت كان شعور كلش حلو يعني ما يوصف. أتمنى أنتم تحسون بهذا الشعور. في يوم نجربه إن شاء الله. والله أنا عندي فضول أكيد بهذا الموضوع. طيب هنا محمد أنا أريد أعرف منك إنه تعرضت لمضايقات، تعرضت لتنمر. أنت تعرف شوية يعني إحنا مع الأسف نفتقر للثقافة، نفتقر للوعي، فأكيد أكو تنمر صار عليك. يعني يقول لك الناس مثلاً أنت مركز على أشياء بالسماء، تركز على أشياء بالقاع. بالضبط. إيه. مريت هواية بهذه هواية كلش هواية. يعني أنا يعني طبعاً مجهود كلش عالي وصرف تصرف كلش كبير من شخص أشوف صورتي أنا منزلها من أنا من شغلي ما راح أصدق بهم، مستحيل أصدق بهم. حيقول لك فوتوشوب. بالضبط. فوتوشوب أو تعديل أو يبحث عليه يقول أنت ما أخذها من جوجل. وتنشرها. هنا شلون راح انت تصدق؟ شلون راح انت تقنعها؟ اوكي؟ فهوايه تعرضت للتنمر بس تعديت يعني مالي دخل بيها. ما تهتم، المهم النتائج المرضيه واللي بالضبط. تحبها. بالضبط. هذا الموضوع. نعم. اليوم عملك كتصوير الكواكب والنجوم
تتطلب من عندك وقت للمراقبة والسفر والترحال. احكي لي شنو الصعوبات اليوم انت يلي تواجهها كمصور فلكي بلس، احكي لي اليوم شلون توفق بين حياتك وبين هذا المجال. اول شيء طبعا انا يمكن ما ذكرت بالبداية، انا مهنتي اشتغل بشركات الانترنت هذه مجهزة اللي هي قطاع خاص. شنو دراستك؟ انا قسم كهرباء الكترون. حلو. نعم بالبداية يمكن ما ذكرتها. صح. فهنا انا عندي بس وقت الجمعة، بس الجمعة عندي فراغ، فأنا هنا لازم أخذ الخميس إجازة. أوكي. ونطلع ويا بعض الشباب المصورين اللي هم تحياتي لهم كرار وأحمد العقابي ومآب نعم وحسنين. هم إحنا أربع مصورين وشخص واحد مهتم بالطقس، فإحنا قبل ما نطلع نشيك ويا أبو الطقس عنده أجهزة خاصة نشيك الطقس إنه يقول إنه أكو غيوم أو مطر أو رطوبة ما تطلعون حتى تساعدكم بالتصوير. يعني واحد مكمل لله. صح. أوكي. فنجهز غراضنا، وبس انا من بغداد، البقيه كلهم من الكوت محافظه. بالضبط. ايه. انا اطلع بوحدي من انا سياره اخذ واخذ غراضي، طبعا الاستمتاع كلش حلو، يعني اتمنى تجربوها. هذا كل خميس انت تاخذ اجازه؟ عنده سفاري كل خميس. ايه كل خميس تقريبا اونس نفسي. حلو. بما انه بعدي ما متزوج. بالضبط. عيش حياتك. لان الخميس عندنا دوام ورا البرنامج. ترهام لو قلنا من الصبح الفجر انا اطلع تقريبا مرات بالتسعه بالعشره. شوفوا لكم الخميس. بس هذا الخميس. بس هذا الخميس ان شاء الله. تمام. زين ورا نلتقي هناك نبدا احنا نتغدى تقريبا، العفو نتعشى بالسبعه ورا العشاء، لان تعرف دخان ما دخان هذا الشوي كلش اثر على التصوير. اثر. صح. اي نعم. فوراها احنا نكتشف عندنا جدول نشوف شنو نرصد بالبدايه، مثلا مجره سديم معين او نجم معين، ونبلش طبعا بالتصوير ونشوف نترك التلسكوبات ننصبها نتصور، واحنا بعدها نباع على النجوم او ندور عناكب او هيك شيء. حياه سعيده. كل طيب. على ذكر هذه الاماكن، شنو اكثر الاماكن اللي عندنا بالعراق جمالا اللي من خلالها نقدر نشوف النجوم؟ نعم. نشوف هذه الظواهر الفلكيه الجميله بوضوح. نعم. طبعا احنا بالبدايه لازم نشيك المكان التلوث الضوئي، يسمونه بالانجليزي المصطلح لايت بوليشن. تمام. نشيك هذا دائما اطراف العراق تكون بيها إضاءة أقل من مركز المدينة. يعني إحنا كلش نعاني من هذه المشكلة اللي هي التلوث الضوئي، فأكثريتها الكوت ناحية الدجيلي، مثلا هذه زرباطية، صحراء الأنبار طبعا شوية خطرة ما نقدر نروح لها، بس هناك الجو كلش رهيب يعني. نتمنى نروح في يوم، بس شوية خطرة يعني المكان. لا نروح. نروح إن شاء الله. أنت بوجهة نظرك مكان معين بالعراق اللي شفته أكثر جمالا، اللي اكتشفت بيه نجوم، اكتشفت بيه ظواهر فلكية حلوة ممكن تشاهدها بوضوح، ممكن بدون اجهزه مسلحه اللي هي هذه التلسكوبات؟ ممكن بحيره ساوة اللي بالسماوه. نعم. وناحيه الدجيلي. حلو. كلش حلو يعني. زين بدي اسالك محمد. نعم. اجمل حدث فلكي شهدته على مدار 12 سنه اليوم ويانا؟ اليوم احنا الله يسلمك. حدث فلكي بوقت صار خسوف القمر. أوكي. الكلي سنه 2018. زين. كان بوقتها مقترن كوكب المشتري، العفو كوكب المريخ ويا القمر. اوكي. ماشي. فصار حدث كلش كبير بوقتها، شاركت بجامعه بغداد. اوكي. اخذت اجهزتي وصورته، المنظر كلش حلو يعني كلش حلو. هذا احلى حدث فلكي مريت فيه. نعم بالضبط. طبعا احنا نشوف وياك هذه الصور. نعم. اللي انا صراحه صافن عليها يعني. نعم. هي حقهم الناس من يقول لك انه فوتو او تعديل والى اخره. احنا هذه ما نشوف الصور الا يا ما بجوجل يا ما وكالات. يعني هذه مال الكسوف اللي صارت. بالضبط. هاي ذاك اللي صار الكسوف. هذه الكسوف، هذه مجرات الفوجي يسموها. اها. اي نعم. هذه صورتها من السماوه، هذه سديم الحلقه. يعني ما تحسيها هذه سديم الحلقه؟ هذه من الميداليات من الديوانيه. هذا شنو؟ سديم ترايفود. هذا طبعا هذه كلها تشوفون انتم ماضي، ما تشوفون حاضر. بالضبط. لان هي النجوم مسافتها. هذه الالوان حقيقيه؟ الوان حقيقيه. نعم. هذا اكثرها هيدروجين وعناصر هيليوم ومن هالامور يعني. صح. نعم. هذه من السماوه همين صورتها من بحيره ساوة. نعم. هذا كسوف، بدايه الكسوف. بالضبط. اي نعم. هاي الابل باقيها منه. بالضبط. انا بوقتها من كنت بالزهراء ظليت اشرح لهم بالبث انه. وهذه؟ هذا سديم دمبل، هذا صورته من البيت هذا بوقتها، بما انه تلوث كلش عالي، بس اكو فلاتر عندي مشتريه خاصه تعزل التلوث يعني تبقي لي انه العناصر الهيدروجين والهيليوم. نعم. هذه سومبريرا مجره، هذه اسمها. بالضبط. اذا كل انت تبعد مسافه تقريبا بين ال 5000 سنه ضوئيه وبين ال 1000 سنه ضوئيه. صح. هذا سديم الاسكيمو المهرج، هذا شبهوه بالمهرج الفيلم. هذا وين صورته؟ هذا صورته بالبيت بوقتها بالشتاء لابس بطانيه للعلم.
بوكتين. شنو اللي اكثر من تريد تصور ممكن يبين بوضوح اكثر الطقوس والفصول ممكن تاثر له ما كلش العلاقة. كلش تاثر بالصيف اوضح اتخنق لا بالعكس الشتاء اوضح واو صار بارده كلش يعني بما انه انا عندي مرصد بداخل فوق البيت العفو فبالشتاء اخذ غراضي ولازم موجود الشاي ومن الامور وتذكرت حاله الطقس يعني احد بالضبط. جماعتك خبراء فممكن يعطيك معلومات بالضبط هي هواي اكو ناس يعني فادوني استاذ ايات شاكر استاذ جابر علي استاذ وسام ايوب هواي امور استفسرت من عندهم هذا محمد هذه مجره ام بصراحه نسيتها من ذي شنو هي المهم هذه مجره من الدوامه هذه نعم هذه صورتها من السماء وهمينه هذه اذا تنتبه عليها مجره العين اذا تنتبه عليها لازم تنقلب اوف هذا مشتري هذا قبل كم يوم صورته من البيت الكواكب نقدر نصورها سديم الهلال هذا طبعا حازه الصوره هذه على كل هالمنظومه من ضمن درب التبانه ذولي لو بالضبط من داخل مجرتنا بالضبط نعم زين حلو يعني الالوان اللي نشوفها يعني كل اللي يشوفها انا متاكد يقول لك هذه فوتو هذه تعديل على الصوره هذه الالوان مو طبيعيه يعني تجيني اسئله انه يقولوا لي هذه الالوان حقيقيه ولا لا ما شوف انا سالتك انا تفاجات بالالوان هذه اللي موجوده فعلا يعني عالم ثاني كلش عالم ثاني كلش حلو يعني والمجوهرات على قولة حسنا احنا التشبيه جاي صحيح مجوهرات والله تحسها مجوهر اذا تنتبه على النجوم بالبدايه كانوا مجوهرات تحسها جواهر على زراق هيك شيء اي صح يعني جتي عدلي فعلا تحسها جواهر طيب هنا انا محمد اريد اعرف منك عانيت من لحظات انه ممكن احباط او مرات تمر فشل تروح لمكان حتى تصور وما تطلع الصوره بالشكل الصحيح او ما تحصل على اللي انت تريده اتذكر موقف هاي صار عندي يعني احد التخييمات كنا بوقت دا اصور فتسديم معين انا ببالي مخطط انه يطلع كلش واضح بس من طلع مو واضح هنا كلش صار عندي احباط بما انه اجهزه انا مشتريها بكذا مبلغ ومجمعتها فانت من تشوف مشتري اجهزه غاليه وتشوف هيك صوره كلش صار عندك احباط فالفشل لازم انت تفشل بالبدايه طبعا وبعدها تقدر انت تنجح بالضبط الفشل بالضبط. تولد اساس النجاح نعم صحيح فمشيت الامور والحمد لله الحمد لله قبل شويه حكيت في النقطه انه انت دائما تشرح عن العدسات والتلسكوب بتجاربك او بعد تجاربك برايك المصور الفلكي المبتدئ شنو يحتاج من عدسات وتلسكوب احكي لنا دي يسمعوك حاليا اكيد نعم كبدايه لازم يقتنون تلسكوبات اللي هي البسيطه اوكي حتى لا يغلطون غلطتي انا خسرت تقريبا بال 15 ورقه بالبدايه اشتريت تلسكوب ما اعرف له اصلا بس انا بما انه شغف كلش قوي عندي فرحت قبل على الشغلات ما حد ما ينصحك يمكن بالضبط فيعني هسه احنا موجودين وبقيه الشباب حاولوا يسالونه يعني مثلا تلسكوب هذا البسيط ممكن انه يرصد القمر الكواكب بما انه قريبه بعدها يتعلم انه بهذا التلسكوب ويدرس او يعني يبحث على المعلومات المهمه اللي موجوده بجوجل مثلا او يسالنا ويتجه الى المحترف يعني بالضبط نعم. حلو طيب اكو صوره راح نشوفها انا وياك نعم. اريد اعرف منك شنو هذه هذه طبعا عدسه هذه للتلسكوب بوكتها كنت اصور حدث فلكي عبور كوكب عطارد امام قرص الشمس تمام كوكب عطارد كلش يعني دمبوس تقريبا فبوكتها اني طبعا انوه انه كلش انتبهوا على موضوع انه من يصير كسوف الشمس كلش انتبهوا لازم اكو فلاتر اللي هي فلتر سان مال الشمس هذه مثل ما تشوفون ماي على العدسه بوكتها كنت انا حاط زجاجه مال مكن اللحيم هذه الولدن فهي طبعا ما تحجب الاضاءه بنسبه تقريبا 95% او 100% تمام اوكي فهنا انا شفت التلسكوب يدخن من كل مكان انا صفني زين هذا ليش يدخن بوكتين انا طبعا ما حاط عيني فلاحظت انه فتحت العدسه لقيت هذه مايعه مايعه العدسه بالضبط مايعه العدسه فهنا انا بوكتين نشرتها وحذرت اكثر من شخص للعلم هو اول ما تشتري تلسكوب يحذروك دانجر اكو مانيوال يحذروك انه يقولوا لك ترى انه كلش خطر انه تباع على الشمس حلو على طاري انه تحذرهم وتنطيهم هذه المعلومات نعم. طيب خلينا وياك نشوف هذا الفيديو نعم. اللي من ضمن أعمالك وأكيد شرحك وتفاصيل الرصد اللي تقوم بها نعم. من خلال هذا الفيديو أكو شخص اسمه ستيف ريتشارد هذا يسموه طبيب التلسكوبات حسب المقالات مالته يقول أنه تلسكوب إذا قبل طلعته من مكان بارد وصورته بمكان معتدل اللي هو حار مثلا برا ما راح تحصل صورة نقية ليش؟ لأن التلسكوب من صعدته مكان بارد خليته بمكان مثلا بالسطح او منطقه نائيه الصور راح تشوف بيها فرق بين اول مجموعه وثاني مجموعه اخر صوره كانت لكوكب نبتون بسنه 1989 شلون قدرنا نشوفه قدرنا نشوفه عن طريق المركبه الفضائيه فياجر 2 بس حاليا تلسكوب جيمس ويب بدع بتصوير كوكب نبتون حتى يظهر او يبرز حلقاته
بحياتنا ما شايفين حلقات كوكب نبتون. حلو. طيب هنا شنو تنصح المحترفين يعني بالتصوير؟ نعم. انه استخدام العدسات التلسكوب واسعارهم تكلفتهم. تكلفتهم انا المجموعه اللي جمعتها تقريبا كلتها تقريبا 40 ورقه كلفتني، بس مو دفعه واحده يعني، انا جمعتها بالضبط تقسيط كل 8 اشهر مثلا اجمع لي واشتري. حلو. طبعا هنا ما موجوده هي، اشتريها من برا على قد الامكانيه. على قد الامكانيه بالضبط، لازم اجمعها يعني ما اقدر ادفع دفعه واحده. بالضبط. اي بالنسبه للمحترفين، هو بما انه وصل للاحتراف فاكيد يعرف شنو معلومات الماونت اللي هو قاعده التلسكوب. كمصور فلكي نحتاج احنا الارض ثابته كمصور فلكي. زين شلون يعني ثابته؟ التلسكوب من يوجه مثلا يوجه على فتح سديم معين. أوكي. هنا انا اريد السديم هذا ثابت اصوره من بدايه شروقه لبدايه لنهايه العفو غروبه، فانا شلون اثبته؟ هذا القاعده التلسكوبيه اللي راح تتولى هذه المهمه تلقائيا انه تصوره بالضبط تلقائيا. فبما انه المحترف هو اكيد وصل لهذه المرحله، فيعني ممكن انه يشتري كاميرات خاصه، كاميرات هذه مو ملونه المونو يسموها، حتى تصور اسود وابيض، بعدها تشتري فلاتر اللي هو نورو باند يسموها، تصوير كل لون واحد. يعني هناك شغلكم على نظام اللونج اكسبونشر؟ بالضبط. حلو. حلو. زين محمد، قبل شوي شفنا بالفيديوهات هذه النصائح وهذه الامكانيه ما شاء الله الجميله. اليوم اكو بالعراق عندنا كوكبه من المصورين الفلكيين، هل يا ترى انتم هذه الشريحه تحظون بدعم من الحكومه لو دعمكم ذاتي؟ لا اكيد طبعا دعمنا ذاتي، يعني بس دعم معنوي ممكن، دعم معنوي. اي معروف هالشيء، فدعم ذاتي اكثر شيء يعني من الهواة كليتهم. انا متاكد الهواة كليتهم دعم ذاتي. زين انت محتاج الدعم المعنوي؟ يعني لا مو كلش. مو؟ لا مو كلش، لان انا كهاوي كمصور فلكي احب استمتع بهوايتي، يعني ما احب يعني انا ما اعتمد على فد شخص يقول لي عافيه او عاشت ايدك. احسنت. اوكي. اي فانا اهتم بالتفاصيل اهم. بالضبط التفاصيل اهم. انا هذا شغلي، بما انه انا مفكر له سنوات عديده، بما انه صار 12 سنه وبهذه الهوايه، فيعني 12 سنه من بدايتي لحد نهايتي اباوع الصور القديمه واباوع الصور هسه، كلش انبهرت فيه، كلش كلش فرق يعني. فما احتاج اصلا هذا الدعم المعنوي. نعم. على طاري هذه الصور، اكو عندك صور وصلت خارج حدود العراق وكليتها محليه اليوم؟ نعم. سديم الهلال قبل شوي يمكن عرفته، سديم الحجاب اثنينات وصلت. اكو موقع اسمه ايرث سكاي، هو يختار افضل صور فلكيه تمام من كلا البلدان مثلا اي بلد معين، فبوقتها نشرتها ووافقوا عليها وشكروني على هذا الصوره سديم الهلال وشرحت لهم عليها. فهي هذه صوره سديم الهلال وسديم الحجاب اللي عبرت حدود العراق. بالضبط بالضبط. ان شاء الله يا رب كل اعمالك توصل العربيه والعالميه. ان شاء الله. الله يسلمك. ان شاء الله. محمد انت اليوم تسعى انه تطور التصوير الفلكي توصل لعالم الفضاء الخارجي، لو مكتفي بهذه النشاطات؟ اكيد هو هذا يعني اي شخص يدخل علم الفضاء او علم التصوير الفلكي الاسترفوتوغرافي ما راح يوقف في نقطه معينه، من تلقاء نفسه راح يقدم. مثلا انا من صورت بدايتي على القمر ان انا قمت يعني اسال شلون اكو ناس تصور التضاريس، تضاريس القمر. منو متابع من المصورين الفلكيين اللي انت متاثر بهم كلش؟ هواي اكو اجانب صراحه يعني دول اوروبا يعني ما اقدر تكون منافس إلي كمنافس. لا بعد يعني يحتاج مستقبلا. مستقبلا نعم ممكن يعني انا صراحه ناسي اسمائهم بس اتابعهم اول باول. فطلع لي صور دائما الاحظ انه اكو شغلات يعني غريبه بما انه انا ما اقدر اوصل لها، فبالمستقبل افكر لها اكيد يعني اوصل لها. يحتاج وقت يعني ما مفكر مكتفي بهذا النشاط. لا لا ابدا ابدا. اي شخص يدخل هذا المجال ممكن انه يتقدم وفلوس زياده اصلا، ممكن يخسر حياته اشيل فلوس. قبل شوي حكينا عن موضوع الكسوف الاخير اللي صار. نعم. وانت صورته. نعم. طيب هنا التحذيرات اللي صارت ولحد يباوع والى اخره، انت شلون هنا قدرت تصور؟ شلون تعاملت ويا هذه الحاله؟ نعم. انا طبعا عندي يعني تجهيزات اللي هي الاضافات الاكستيشن على التلسكوب اللي هي فلتر سن، يسموه فلتر يحجب الاضاءه او يحجب الاشعات اللي هي فوق البنفسجيه، العفو نعم فوق البنفسجيه وتحت الحمراء، والاشعه الضوئيه اللي ممكن هي تاثر على الشبكيه والعين مباشره. فانا عندي هذا الفلتر اتفادى هذه المشكله.
كل شيء مشتري يعني. الأشعة تفيدنا من بواهيت؟ يعني لا هم حذروا بيها. ممكن إنه ندمجها أقل من خمس ثواني تقدر تشوف. كنا صغار ودحنا بالأشعة. بالضبط بالضبط. هم يعني أكثر من مرة حذروا بيها. يعني هو أنت كشخص ما تقدر تباع على الشمس لمدة خمس ثواني. طبعاً مستحيل. إضاءة كلش قوية حتى ذا بالعدس بالعفو الأشعة. بالضبط. فأقل من خمس ثواني ممكن إنه ما راح تأثر على عينك. أنت إن شاء الله هالموسم الشتوي محضر بطانيتك. محضرة اكو فيديو لابسه هيك ودي طباخ صغير اهم شيء البطانيه انا محضر البقشه وبطانياتنا انا محب للشاي كلش يعني عندي شو اسمه ترمس طباخ صغير هذا صغير مسافر لا مو غلا طباخ لا طباخ صغير انا غاز فبشته يعني اشغله وادفع عليه رجلي العفو وبنفس الوقت اصور ها تقريبا انام بالخمسة الفجر مرات بالاربعة واروح للدوام عندكم تشوله تشوله محمد يعني جد والله يحتاج لنا هيك في يوم هيك اجواء اي لازم جميل مصور هم يعني قناة الرشيد تقرير بنفس الوقت ما رايحين مرتين في واحد الراس قدامي فلكيان لازم تجون معنا في يوم نسوي تقرير مثلا معين للتخيمات اللي نسويها بالضبط على فكرة احنا مخرجنا امين يحب كل هذه التفاصيل ها حلو ايه ان شاء الله يخرجنا يعني هو مخرج ومصور يعني من الكفوين اللي عندنا حلو ما شاء الله طبعا زين محمد شنو هي الاحداث الفلكيه القادمه يلي راح يشهدها العالم سواء بالمستقبل القريب او البعيد المستقبل البعيد يعني او القريب القريب ممكن خسوف القمر اوكي بهذا الشهر بشهر 11 العفو يوم 18 بس ما راح نشوفه احنا طبعا ما راح نشوفه كبلاد العربيه بس المستقبل البعيد فشي كلش مبهر يعني انه كسوف الشمس الكلي يبدي من يبين يمنا يبدي من ساعه 6:30 الصبح الذروه مالته تقريبا بال10:30 الصبح تخيل انت طالع من الدوام بال10:30 الصبح تصير ظلمه كسوف كلي الشمس تختفي تصير حلقه تقريبا فهذا الحدث كلش يعني الحدث متشوق كلش يعني وقتها من دا اشوف الفيديوهات وعرفت انه التاريخ مالته كذا وقت كلش شوقت له لحد هسه افكر بيه شلون راح اصوره وين اصوره ممكن او ممكن انه اخذ اجازه لازم اخذ اجازه ينتهي ساعه بالوحده الظهر تقريبا فتتخيل يعني تروح للدوام وظلمة تصير ساعة بالعشرة فشيء كلش مخيف يعني كلش حلو يجي يوم ونشوف صورك إن شاء الله في سنة 2027 يعني لأخير. ممكن مثل تلسكوب هابل لا ما نقدر نوصلها لأن تلسكوب هابل توصل إن شاء الله يعني لا هو يعني من بلشوا هم كليتهم هيك رأسا عباقرة أكيد لا لا طبعا لا أكيد طبعا بس مو هو أكو اختلاف تلسكوب هابل عبر الأرض اللي هي خارج الأرض فبعيد عن التلوث الضوئي والغلاف الجوي بس ممكن إنه نوصل صور مقاربة بالنسبة تقريبا ممكن يجي يوم نشوف تلسكوب باسمك وين المشكلة؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى يجي ان شاء الله ولا ما مقتنع بس ان شاء الله لا باوع كل انسان صدقني هو ما يجي صاحب هذا النجاح وصاحب هذه الموهبة يعني ستيف جوبز احنا كلنا نعرف بداها يعني بكل بساطة بالضبط بالضبط وهو اليوم وصل لوين كل اسم مكان. اسم فممكن مكان. فممكن انه ايضا ممكن انت اصرارك وعزيمتك وطموحك ما اقول حلمك لانه ممكن الاحلام تتحقق صح النية اللي تنويها وتحققها صحيح. ممكن توصل بس امانة انا متفائلة بكلش يعني على الامكانية لا لا تلسكوب ولا نجاح يعني اذا على المجوهرات انتهى ان شاء الله مجوهرات هي صدق مجوهرات نورتنا ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا رب اخر استضافة ببرنامج يوم جديد ان شاء الله ان شاء الله نورتنا كل الهلال فعلا نورتنا محمد وحسناء ذكرت البداية قالت مجوهرات انت جوهره ثمينه الله يسلمك يا ام المجوهرات دي وانت قيمه في يعني بعالم التصوير الفلكي نعم. ان شاء الله يا ربي نشوفك باعلى المراتب وان شاء الله تتخطى شاء الله. خارج حدود العراق وطن عربي وعالمي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك اذا مشاهدينا الكرام من بعد كل رصد هذه الكواكب والنجوم واجمل الصور اللي شفناها اللي من تحت تصوير ضيفنا اليوم محمد علاء حسين اكيد مستمرين وياكم وكل تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم بعد الفاصل